بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه ومصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 15 بعد 100، باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض. يعني المرأة التي تغتسل، التي يصيبها غسل قبل أن تحيض ثم حاضت، كمن جامع زوجته وحاضت قبل أن أن تغتسل، يبقى اجتمع عليها اجتمع عليها جنابة وحيض. هل وجب عليها أن تغتسل من الجنابة ثم تنتظر فتغتسل مرة أخرى للحيض أم لا؟ الموضوع ده ناقشناه قبل ذلك، أنه لا يجب عليها شيء، وعليها أن تنتظر فتمكس حتى تطهر وتغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض. واضح؟ وأن غسل الحيض كغسل الجنابة سواء بسواء، وهو عبارة عن تخليق إزالة الأذى عن الجسد قبل والدبر، ثم بعد ذلك تعميم البدن بالماء وتخليل الشعر بالماء، والبدء بالأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر. سهلة الحكاية، آدي الغسل. لكن بعض الفقهاء فرق بين غسل الجنب وغسل الحائض إذا كان لها ضفيرة. الضفيرة أو العقيصة ده عبارة عن التواء الشعر بعضه في بعض كده، يلفوه في بعضه، دي معروفة يعملها النساء من زمان، والرجال كمان أيام ما كانوا بيحلقوا الشعر كانوا بيضفروا. طيب الضفيرة دي هل يجب علي حلها إذا أرادت أن تغتسل؟ لأنه ممكن تضفير الشعر ده يكلفها، بتروح للكوافير يقعد كان زمان برضو في ماشطة تاخد أجرة، تقعد بقى تدفر لها شعرها وتديها أجرة، يجي بقى كل ما تيجي تغتسل وجوزها يقربها تقوم تفك الضفيرة، وبعدين تجيب تاني واحدة، هتجيب فلوس منين بقى كل يوم جايبة واحدة تضفرها؟ صعب، فاهم؟ وبالتالي هل يجب على المرأة فك ضفرها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض والنفاس ولا لا يجب؟ فيها مذاهب، المسألة فيها مذاهب. الراجح وقول الجمهور أنه لا يجب عليها فك ضفرها إن كانت متأكدة من وصول الماء لجميع جهات الشعر ومنابت الشعر، يعني ضفيرة مرخية مش مشدودة، مرخية كده مرخرخة، غير الضفر المشدود. الضفر المشدود وجب انك ترخيه او تفكه عشان تطمئن ان الماء وصل لجميع ذي ظاهر الشعر وباطنه، فهمت؟ وكمان اصول الشعر، تحت كل شعر جنابة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجب فك الضفيرة الا ان كانت مشدودة فيجب حلها قليلا، مش حلها كاملا، بحلها حاجة بسيطة، ده اللي عليه الجمهور. بعض العلماء، وإن كان هذا المذهب غير مشهور، إن كان من أيام التابعين، قال لك لا، مشدودة مش مشدودة مش واجب عليها إنها تفك الضفيرة ولا تخففها ولا حاجة خالص، ده هو الواجب عليها انها توصل الماء لمنابت الشعر ثم تغسل ما ظهر منه، ولو مشدوده مش مشكله تفكها. ده الكلام ده بتاع دي بعض مذاهب التابعين، وهو قول المالكيه، وهو قول المالكيه. سهل. في مذهب ثالث قال لك الحائض هي اللي تفك الضفيره، انما الجنب لا يجب عليه فك الضفيرة.
فهمت ازاي؟ لان الرسول قال لستنا عائشة انفضي شعرك ثم اغتسلي وافعلي ما تفعله الحاج في قصة الحاج، فلما قال لها انفضي شعرك يعني فك الضفير، وكانت حائض. فهمت بقى؟ يبقى في مذهب ثالث قال ان الحائض وجب عليها فك الضفيرة في غسل الحيض ولا يجب في غسل الجناب. ده خلاصة المسألة. انا بقولها لك كده الاول حكاية، حكم انتوا بتحبوا الحكاوي، بعد كده بقى هنقرا ايه بالاسانيد. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام الدارمي في سنن الحديث 86 بعد 100 والألف، قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء والزهري قال الغسل من الجنابه والحيض واحد، يعني هما الاثنين سواء، حكمهم واحد، كيفيتهم واحده، حكمهم واحد ان الاثنين واجبين، وكيفيتهم واحده ان الاثنين يجب فيه تعميم البدن بالماء بعد ازاله القذر من القبل والدبر، وبعدين ايه تخليل الشعر بالماء وايصال الماء لايه لظاهر البدن وباطنه. يعني مثلا تتحين اذا كان واحد تخين كده وبطنه مدلدله بعدها، لازم يرفع طبقه طبقه ويحط الميه في طبقه طبقه كده. في ناس تخان بيبقى 200 كيلو 300 كيلو، تلاقي ايه جلده كده ايه فيه هضاب ومرتفعات وحاجات، ده يبقى وجب عليه انه يجيب 2 3 يشيلوا له ويحط له ايه ويرشه بالميه دي كله. فهمت؟ يبقى لازم يتعهد يعني ايه مواضع الثنايا في جسده، وان الميه يوصل لكل جزء في بدنه، دي مهمه جدا في الغسل، والا هينبني عليه ان يبقى صلاته باطله ويبقى كل حياته ايه مسكين عايش في ايه في حجاب عن ربه. فهمت؟ عشان كده كل ما تبقى كده سمباتيك وحلو مش تخين تبقى الحكايه سهله، واخد بالك؟ يا دوب تخش كده حتى لو الدنيا مطرت وقلعت هدومك اغتسلت، واخد بالك؟ لانها سهله، يا دوب بس ترفع ايدك كده عشان بطك وانتهت الحكايه. المراه طبعا عندها ثدي، لازم ترفع الثدي وتنضف تحته، ناخد بالنا من الحاجات دي، مش تغتسل وخلاص كده وتسيب نفسها. فهذه الامور كلها مع الدلك. مع الدلك يعني ايه؟ تدعك كده. الدلك عند المالكيه ايه واجب في اثناء الغسل وسنه عند الشافعيه. الدلك اللي هو ايه انك انت تدلك كده عشان تطمئن ان الميه وصلت، واخد بالك؟ يبقى الدلك الشافعي بيعمله على انه سنه والمالكي بيعمله على انه واجب. واضح؟ وطبعا ايه يسن بقى مع الغسل انك انت ايه تبدا بالاعالي قبل الاسافل، يعني تغسل راسك الاول قبل ما تغسل رجليك، وتبدا كمان بالميامن قبل المياسر، يعني اليمين الايه الدراع اليمين قبل الدراع الايه الايسر، والرجل اليمين قبل الرجل اليسرى، وهكذا. يبقى ايه عشان كده كنا نحفظها زمان واحنا صغيرين، يقول لك ايه تعميم البدن بالماء مع مراعاة ان يبدا بالاعالي قبل الاسافل والميامن قبل المياسر، واحنا اطفال كانوا يحفظونا كده الكلمتين دول. يبقى الغسل من الجنابه والحيض واحد، هو نفس الايه الحكايه، بس في الحيض في بعض التفاصيل، ان المراه بتدخل مسكه يعني قطن ايه فيها مسك عشان تطيب اثر رائحه الدم اللي كانت في الفرج، واخد؟ بس ايه المسك بتاع اليومين دول اللي بيعمل التهاب، لانه مسك صناعي مش مسك طبيعي، فلو حطت المسك بتاع اليومين دول هتقعد تتنطط من ايه من الالام وممكن يعمل لها التهاب. فاحنا لا ننصح بالمسك الايه بتاع اليومين دول اللي بيتباع على الرصيف عند سيدنا الحسين، ده مش هو ده المسك بتاع النبي، ده المسك ده مسك صناعي كده مغشوش، واخد بالك؟ انما المسك الطبيعي ده حاجه تانية. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن حذيفه رضي الله عنه قال لامراته خللي شعرك بالماء قبل ان تخلله نار قليله البقيا عليه. يعني بيقول للمرأة خدي بالك خللي شعرك كويس واهتمي بدل ما يبقى الغسل باطل وتخش النار والنار هتاكل الشعر كله. فهمت؟ مش هتبقي منه حاجة. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن صدقة ابن سعيد الحنفي
قال حدثني جميع جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف تصنعين عند الغسل، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر طهوره للصلاة، يعني النبي كان يبدأ غسله بعد غسل القبل والدبر بالوضوء الأول، لأن دي على فكرة حاجة جميلة ليه، لأن كانوا زمان بيغتسلوا بمية باردة، ما عندهمش سخان زي حالتنا كده، فالمية الباردة ما تقدرش تكبها مرة واحدة على جسمك كده، تعمل كده مش هتستحمل، إنما ما تبتدي الأول تغسل دراعك وتغسل وشك وتغسل وبعدين تغسل شعرك، تقوم تبتدي ايه جسمك يعتاد برودة الماء تدريجيا، يقوم بعد كده يعني حتى سنة النبي فيها رحمة بينا، فهمت بقى؟ فكان يبدأ غسله بالوضوء للصلاة بعد ايه ازالة القذر من القبل والدبر، يبدأ غسله كأنه بيتوضى، ثم بعد ذلك يعمم ايه البدن بالماء بعد تخليل الشعر، واضح؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر طهوره للصلاة ويفيض على رأسه 3 مرات، لأن شعر النبي إيه كان إيه غزير وطويل، فكان إيه يكب 3 مرات، مع كل مرة يخلل بإيده كده الشعر عشان يطمئن إن الماء وصل لمنابت الشعر، ويفيض على رأسه 3 مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا، النساء يعني شعرهم أطول، ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الضفر، علشان الضفاير بتاعتهم ايه تطمئن انها تخلل الماء في ايه خلال الشعر، فغسل ظاهره وباطنه، فهمت؟ يبقى دليل انما كانتش بتفك الضفير اهو، فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا سعيد بن عامر قال عن يزيد بن زاذي عن ابي زرعه، في بعض النسخ يزيد بن حميد، لكن ايه المصححين قال لك خليها ايه يزيد ابن زادي، عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سأل عائشة رضي الله عنها عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، يعني بيسألها هل تنقض شعرها يعني الضفيرة بتاعتها تفكها، فقالت بخن وان انفقت فيه اقية، يعني 40 درهم، افرض هي عملت الضفيره دي دفعت 40 اقي تقوم تضيع عليها فلوسها يا ابو هريره، فهم؟ فقالت بخن وان انفقت فيه اقي انما يكفيها ان تفرغ على راسها 3 وخلاص، ما ايه وما تفكش الضفيره اللي كلفتها اقي، دفعت للكوافير 40 درهم. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال تخلله بأصابعها، يعني تتعهد إنها توصل المية بأصابعها كده لأصول الشعر. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه، قال منصور يعني الجنابة، استأصلي الشعر يعني ايه يعني ايه يعني اوصلي لأصول الشعر، استأصلي الشعر مش معناه يعني احلقيه، لا يعني اوصلي لأصول الشعر بالماء بدل ما ايه تخش النار والنار تحرق شعرك كله، فهمت؟ بيهددها يعني. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصلي الشعر بالماء لا تخلله نار قليل بقيها عليه، يعني لا تبقي عليه، لأن النار لو لمست الشعر هتحرقه كله. وعن أبي قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله.
الأصول اللي هي إيه؟ جذور الشعر يعني، منابت الشعر، فروة الدماغ. وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوس تحله؟ قال لا، ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثني حبيبة بنت حماد قال حدثتني عمرو بنت حيان السهمية قال في فتح المنان بدل السهمية السهلية، ايه اللي هي النبطية، بدل السهمية ايه النبطية، ده رأيه، دي المسألة عايزة مراجعة برضه. قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أما تستطيع إحدى كنا إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن بشيء من قسط، يعني تتدخن يعني تتبخر، تبخر يعني إيه؟ يعني القسط ده نوع، القسط الهندي نوع من إيه، النباتات الهندية اللي بتطلع رائحة طيبة لما تتعرض للنار، فتقول لها تاخدي قسط هندي كده تعرضيه للنار بيضاف للبخور، وهو لما يبتدي يسيح يطلع الرائحة تاخدي جزء قليل من الرائحة دي وتنضفي بيها فرجك يعني، عشان يبقى رائحته تزول منه الرائحة الكريهة اللي هي بتبقى مصاحبة للدم يعني. أن تتدخن بشيء من قسط، فإن لم تجد فشيئا من آس، والآس نوع من الرياحين، فإن لم تجد فشيئا من نون، يعني ولو حتى نوى التمر ده كانوا ساعات يدقوه كده وبعدين يطلع منه زي زيت، أما يدقوه ياخدوا الزيت ده بيبقى ليه ايه يعني بيزيل الرائحة، وحاجة رخيصة. فإن لم تجد فشيئا من ملح، ولو شوية ملح علشان تمتص الرائحة. وعن أبي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذ العدوي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فالتمس أثر الدم بطيب، يعني بأي شيء طيب مش شرط المسك، يعني إذا كان المسك غالي يبقى بأي شيء إيه، وإن لم تجد شيء فالماء كفاية، الماء يكفي. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن عيين، والوقتي بقوا يجيبوا مية وبودي شاور وحاجات كده كتيرة وصابون بريحة، يعني بقت تحل محل الحاجات دي، فهمت بقى ازاي. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. باب دخول الحائض المسجد. بالنسبة بقى ايه لدخول المسجد للحائض وللجنب، ايه المذاهب اللي فيها؟ لان ربنا بيقول ايه، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا، مش كده برضو، وان كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم وإن كنتم مرضى أو على سفر، اللي هو يسموه إيه بقى، فقد الماء بقى، المرضى فقد ماء حكمي مش حسي، يعني المريض يبقى المية قدامه بس ما يستعملهاش، وإن كنتم مرضى أو على سفر الفقد الحسي، سافرت في الصحراء مفيش ميه كده برضه، او كنتم مرضى او على سفر، او جاء احد منكم من الغائط يعني انتقض وضوءه ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مش كده برضه، وقايل برضه ايه، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، مش كده برضه. المذهب عند الشافعية في المسألة دي ايه، ان الجنب له ان يعبر المسجد ولكن لا يمكث فيه،
والحائض لا تعبر ولا تمكس. واضح؟ يبقى ايه مذهب الشافعية؟ فرق بين الجنب والحائض. الجنب لا يمكس في المسجد لكن ممكن يعبر، يخش كده عشان يدخل الحمام ويطلع، لا خد بالك، زي عبور بس لكن ما يقعدش. او مثلا بيته في الجهة التانية من المسجد وما فيش شارع، فلا بد ان يعبر المسجد عشان يوصل لبيته، يدخل من الباب ده يخرج من الباب التاني، ده جائز. كويس. لكن الحائض لا تعبر ولا تمكس، يبقى الجنب لا يمكس لكن له ان يعبر، والحائض لا تمكس ولا تعبر. ده رأي الشافعية. المذاهب التانية الحائض والجنب سواء في المسألة، الحائض تعبر ولا تمكس والجنب يعبر ولا يمكس. واضح المسألة؟ بس بشرط أمن التلويث، أن تأمن التلويث، يعني مش تمشي في الجامع وبعدين تنقط الدم في أرض الجامع. فهمت بقى ازاي؟ لابد من أمن التلويث، يعني عليها أنها تتحفظ وتحط حفاضة علشان تقابل الدم وهي بتعبر من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لجنب أن يمكث في المسجد إلا له ولعلي. قال لا يحل لجنب أن يمكث إلا أنا وعلي بس. فكان سيدنا علي واخد براءة من المسألة دي. بعض العلماء أضاف إليه أبناء علي كمان، أبناء علي عشان كانوا ساكنين بيتهم كان مفتوح في المسجد، فهيعملوا باب دخول الحائض المسجد. وعن أبي قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد شيء. بعض العلماء قال لك ما تعبرش خالص، طب تعمل ايه؟ لكن لها انها تمد ايدها تاخد حاجة، تمد ايدها بس كده، يعني يدخل بعضها مش كلها. فهمت؟ تتناول شيء من المسجد يعني ايه؟ لان كانت سيدنا عائشة وهي حائض كانت تناول النبي الخمرة، فاكرين؟ وهو في المسجد معتكف، يبقى كانت هي في حجرتها وايدها تتمد للمسجد النبي ياخد منها الخمرة، لكن هي من نفسها ما تخشش. فهمت؟ لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد شيئا. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله، يعني ما تمشيش فيه عشان تدخل حاجة جوه. وعن أبي قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه، على اعتبار أن الجنب حكمه حكم الحائط في المسألة يعني. وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول من المسجد الشيء قال نعم إلا المصحف، طبعا لأنها لا تحمل المصحف. باب مرور الجنب في المسجد. وعن أبي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل قال هو المسافر. وعن أبي قال أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابري سبيل، اللي في سورة النساء، قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه، يعني يعبره، يجتاز يعني يعبره يمر فيه. وعن أبي قال أخبرنا الحكم بن المبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعن أبي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه.
وعن أبي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. باب التعويذ للحائض. التعويذ الوقت زي ايه؟ اللي هي زي الحجاب او الورقة المكتوب فيها قرآن وتعلقها الحائض على صدرها او تضعها في جيبها، ده اسمه التعويذ. وعن أبي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب. ساعات تبقى لابسة سلسلة فيها آية الكرسي أو فيها المعوذات أو شيء من هذا. قال إن كان في أديم، يعني إن كان ملفوف في جلد، فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله تقول بهذا؟ قال نعم. يبقى يجوز لها إن كانت إيه محفوظة في شيء يصعب إنها تخلعه منه. كويس؟ وأن التعويذة المباحة اللي هي مكتوب فيها قرآن أو دعاء معلوم، إنما إيه التمائم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه من علق تميمة فلا أتم الله له. التميمة اللي هي زي ايه؟ زي خرزة زرقة تمنع الحسد، زي قرن مش عارف ايه، حدوة حمار، مش اي حاجة كده بيعلقوها يقولك علشان تمنع العين. دي التعويذات دي منهي عنها، لكن القرآن او الايات او الدعاء لا بأس به، ولا يدخل في حد التمائم المنهي عنها، لان النبي بيقول من علق تميمة فلا اتم الله له. باب الحائض اذا طهرت ولم تجد الماء، هتبقى زي الجنب. اذا ايه اراد ان يغتسل ولم يجد ما يعمل ايه؟ يتيمم. يبقى الحائض حكمها حكم ايه؟ الجنب، في فقد الماء تتيمم. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا دمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثنا عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال تتيمم وتصلي. قال قلت لهما يطأها زوجها كمان؟ قال نعم، الصلاة أعظم من ذلك. إذا كان أباح لها الصلاة بالتيمم يبقى إيه؟ يبقى الجماع من باب أولى، لأن الصلاة أعظم في الحكم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت. سئل عبد الله تقول بهذا؟ قال إي والله. باب استبراء الأمة. كانوا زمان يشتروا الأمة، في أيام ما كان في رقيق يشتري الأمة وتبقى ملك يمين، فهل له أن يطأها بمجرد أن اشتراها ولا لابد أن يستبرئ رحمها ويطمئن أنها ليست حاملا؟ لابد من استبراء الإيه؟ الرحم بحيضة، فإن كانت حامل لا يقربها حتى تضع حملها. واضح؟ طب افرض لا تحيض لأنها إما صغيرة في السن أو أيسة أو عندها مرض ما بيجيلهاش حيض، يبقى يستنى إيه مدة 3 أشهر. بعض العلماء قالوا كده، بعض العلماء قالوا 45 يوم كفاية، شهر ونص يعني. وعن أبي قال أخبرنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليس عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال 45، على أساس أن إيه؟ أن نصف إيه؟ نصف المحصنة، نصف الحرة، الحرة 3 شهور والتانية نصفها، يعني قصها على هذا يعني. وعن أبي قال أخبرنا يزيد قال أنبأنا الشريك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال 3 أشهر على سبيل الاحتياط، يعني يبقى عملها معاملة الحرة على سبيل الاحتياط. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية، يعني يشتريها لا تبلغ المحيض، يعني لسه ما جالهاش الحيض، ولا تحمل مثلها، ومثلها لا يحمل في رحمها أصلا، كم يستبرئها؟ قال 3 أشهر.
ليه؟ لأن الاستبراء في جزء منه معلوم والحكمة، وجزء منه تعبدي. معلوم الحكمة ان نتأكد ان الرحم ما فيهوش عيال. طب بس انا متأكد، يبقى باقي التعبدي بقى، الجزء التعبدي انك انت برضه تنتظر شوية. فهمت؟ وقال يحيى بن ابي كثير ب45 يوما، زي ما قال طاووس كده. وعن ابي قال اخبرنا هيثم بن جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمه قال بشهر، على اساس ان الحيضه ايه بتاخد شهر وهي ما بتحيضش، يبقى كفايه شهر. فهمت؟ كل واحد ليه بيبقى ليه وجهه نظر. سئل عبد الله بايهما تقول؟ قال 3 اشهر اوثق للاحتياط يعني، وشهر يكفي. والله تعالى اعلى واعلم. ونكون قد انتهينا من مواضيع المتعلقة بالحيض والاستحاضة والنفاس وإيه، ونبدأ غدا إن شاء الله في جزء جديد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.